ضاعوا الأرشيفات، ضاعوا الصحف، ضاع الورق، تلف الورق، احترقوا المكاتب، تفضوا المستودعات. وفي جيل ما عرف، ما قدر يعرف شو عملوا الجيل اللي قبله. كان في أكثر من 400 جريدة ومجلة بتنطبع ببيروت بال 1975. من ثلاثينات وصولاً للحرب الأهلية كان في إنتاج وتصدير هائل للورق، للأخبار وللصور، الشيء اللي عطى بيروت ولبنان موقع خاص بالمنطقة. بعد نهاية الحرب ما صار جهة حقيقية للتأريخ أو حتى لحفظ الورق اللي بيأرخ المرحلة الطويلة. تحكي مثل مؤسسات مثل دار الصياد اللي أفلست من 10 سنين وباعت الأرشيف الورقية للإمارات، والأرشيف الباقي تلف. أرشيف الحوادث دمر كذا مرة بإطار الحرب الأهلية، سليم اللوزن قتل. أرشيف الهدف كمان دمر بالاجتياح الإسرائيلي بال 82. انسى الحرب، يعني فكر المرحلة ما قبل الحرب، فكر بالخمسينات بالستينات، شو نعمل حقيقة كعمل جدي حول أرشيف تلفزيون لبنان؟ خد مؤسسة رسمية، ما نعمل شيء. غياب أي سياسة رسمية للتعاطي مع الماضي هو بنفسه سياسة بتشجع النسيان وبتفرضه. شعوب بتخسر دروس تعلمتها من التعاطي مع مشاكل سابقة عم تتكرر، بتخسر معرفة دقيقة عن مين شو وكيف، والقوى الحاكمة بترسم خطوط التاريخ العريضة وتفاصيله بشكل اللي بيناسبها، بشكل بيسمح لها تطفي وتضوي قصص تطلع ربحانة حتى لو خسرت. بس تطلع على الصحف من الثلاثينات ورايح بتشوف لأي درجة نفس الأخبار اللي نحن عم نعيشها اليوم كانوا عم بيعشوها بهالفترة، من اغتيال، مشاكل كهرباء، غلاء المعيشة، لصعوبة لهالمدينة اللي عم تكبر بهالطريقة العشوائية. كل هدول المواضيع بتشوفهم عم يتكرروا بالثلاثينات للأربعينات للخمسينات للستينات للسبعينات. بإطار الحرب الأهلية كل شيء بينفجر. ما اندلعت الحرب خلص، اندمج كل الشعب بحفلة دموية، وبتشوف هيدا بالصحافة، وبتشوف كيف صورة الجثة صار إلى وجود بورنوغرافي بالصحافة اللبنانية. يعني الجثة أو تقول أنه ليكو شو عملوا فيه، أما الجثة تقول أنه ليك شو أنا عملت. تحول العنف للقاسم المشترك بين الصحف وأخبارها، صار هو الثيمة الأساسية اليومية، وصار حتى مصدر إلهام من العناوين لكل شيء مكتوب للصور. وبوقت كان كل صورة عم توثق عنف ارتكب، كانت عم تحفز من تاني ميلة توليد عنف جديد. خلقت الحرب دورة أخبار خاصة فيها، وخلقت كمان صحف ومجلات جديدة، ومثل ما خاضت الأحزاب حرب بالشارع خاضتها كمان بالعالم المطبوع. كل طرف تميز بهوية بصرية واضحة استوحيها من الخندق السياسي اللي كان قاعد فيه. وقد ما كان الصراع الإخباري والبصري عنيف، جرفت الحرب كل المسارات اللي كانت موجودة قبلها. أنا بعتبر فيه هيك نوع من العصر الذهبي بالصحافة اللبنانية بالسبعينات، وين عندك اثنين فكرتين كتير باهرة، فكرة تحرير الأرض، وكان عندك كمان بالسبعينات غير ظاهرة تحرير الجسد. وهيدا بتشوفه بطريقة واضحة بالصحافة بالسبعينات. هيدول الفكرتين اثنيناتهم يهزموا بإطار الحرب الأهلية. نفس الصورة قبل الحرب الأهلية لفكرة السلاح، إنه نحن في نضال مسلح. بتبلش الحرب الأهلية بتصير ميليشيات فايتين ضد بعض، وتتراكم الجثث، وبتراكم الجثث بتخسر البندقية مصداقيتها. نحن صنعنا صورة ثورية، وكان في فصل بين الصورة الثورية والواقع. إذا كان التشويه الأول بيخلق بسبب الفصل بين الواقع وصورة الواقع، فالتشويه الثاني بيخلق بسبب قلة الصور اللي وصلتنا لليوم. إخفاء الماضي بيخفي السياق اللي تطورت فيه القصص، هيك بيسهل التلاعب بالحاضر. مثل لما تقول المراجع الدينية اليوم إنه مجتمعنا طول عمره محافظ، أو لما تحتاج أطراف سياسية إنه تهاجم ظواهر موجودة بالمجتمع لتلغيها، فبتسميها ظواهر غريبة عن مجتمعنا أو جديدة عليه. في صحافي اسمه اسكندر ياشي كان عنده جريدة اسمها الصحافي التائه، تقرأ الأخبار اللي كان يكتبها اسكندر ياشي بالثلاثينات، ومثلا غلافات الكتب تبعوله كمان، يعني في إثارة، في جنس، في تحدي لأي مفهوم
انه نحن محافظين. ما نطرنا السبعينات نحن هون، بتاخد الصحف بالثلاثينات والكتب بالثلاثينات، بتشوف كيف جوزنا وتحدينا هذا المفهوم الترديشنال اللبناني. مثلا فيك تاخد شغل ستافرو جبرا بالسبعينات، الكاريكاتورات اللي عملهم اللي هن كاريكاتورات كتير حادة، كاريكاتور بيير جميل، كميل شمعون، كمال جملات، كلهم كترانسكشوالز. فبتشوف انه في انطباع كبير كان عنده اياه لحركة الكاريكاتور بباريس بمجلة اسمها اراكيري. في جيل تحدى كل انواع الحريات، وبتشوف هيدا الشيء بالمعرض، بتشوف هيدا الشيء بالشغل تبعهم، بتشوف هيدا الشيء بالرسم تبعهم، كيف تحدوا الواقع بالرسم، بالخط، بالكتابة، وكمان بتشوف الثمن اللي دفعوه لهيدا الشيء. لما بلشت جمع حسيت حالي شوي بمأزق نوعا ما، لأنه كفرد أنا ما في جمع كل شيء. فدغري اتصلت بلقمان ورجعنا اجتمعنا حول موضوع التجميع والأرشفة، وبعد في مجهود كبير وهائل بدنا نقوم فيه تنقدر نكون صورة كاملة لشو انطبع بلبنان.